أود في البداية أن أرحب بمعالي الوزيرة كضيفة وصديقة عزيزة على مصر، كما أود أن أعرب عن سعادتي بهذه الزيارة كأول زيارة رسمية لوزيرة خارجية رومانيا الصديقة منذ عام 2013. تأتي هذه الزيارة ونحن على مقربة من الاحتفال بمرور 120 عاما من على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا بحلول عام 2026، استكمالا لسلسلة من الزيارات المثمرة والهامة التي تم تبادلها بين البلدين في السنوات الأخيرة وعلى أعلى المستويات، ومن بينها وعلى رأسها زيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بوخارست في يونيو 2019، وزيارة فخامة الرئيس كلاوس يوهانس إلى مصر في أكتوبر 2021، وهي زيارات تهدف جميعا إلى تعزيز وتطوير العلاقات الطيبة بين البلدين الصديقين وبما يحقق مصالح شعبيهما. كما أسهمت هذه الزيارات المتبادلة في تبادل الرؤى حول العديد من الملفات الإقليمية والدولية، خاصة مع ما تشهده منطقتنا من تطورات خطيرة قد تؤدي باستقرار الإقليم ككل وتمتد آثارها إلى دول جوارنا في أوروبا في قطاعات مثل السياحة والصحة وأيضا قطاعي التعليم والثقافة. وكان حضر معنا جانب من هذه المباحثات السيد الدكتور وزير الثقافة، ودار حديث مطول مع السيدة وزيرة الخارجية الرومانية حول مزيد من تطوير العلاقات في المجال الثقافي بين البلدين وتبادل المعارض الفنية وتبادل أيضا الفعاليات الثقافية، كما تحدثنا أيضا التعاون في مجال التعليم. هناك العديد من الطلبة المصريين الذين يدرسون في الجامعات الرومانية، وتحدثنا عن إمكانية فتح فرع لأحد الجامعات الرومانية المتميزة هنا في القاهرة لتوفير الدراسة والتعليم ليس فقط للطلبة المصريين ولكن أيضا للطلبة من مختلف أنحاء المنطقة. وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، تدرسنا وتباحثنا بشكل مفصل حول العديد من القضايا، وفي مقدمتها قضية المياه باعتبارها قضية وجودية إلى مصر. وشرحت للسيدة الوزيرة مدى أهمية قضية المياه باعتبارها قضية وجودية لنا، وأيضا أحطها علما بكل مسارات التفاوض التي جرت مع الجانب الإثيوبي على مدار أكثر من 13 عاما دون جدوى، وما أعلناه مؤخرا من توقف للمسار التفاوضي واحتفاظنا بحقنا في الدفاع عن مصالحنا المائية في حالة حدوث ضرر، وبالتأكيد بما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. تناولنا أيضا القضية الفلسطينية واستمرار المعاناة والإجرام والعدوان المستمر على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية، وأطلعت معالي الوزيرة على كل الجهود التي قامت بها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لمحاولة التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن، وأن هذه الجهود للأسف الشديد لم تسفر عن أي نتائج بسبب عدم توفر الإرادة السياسية لدى الجانب الإسرائيلي وعدم جديته في التوصل لمثل هذا الاتفاق. أيضا تحدثنا عن أهمية وصول المساعدات الإنسانية، عن الكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، عن انتشار مرض شلل الأطفال في شمال القطاع
والعجز الدولي عن حتى مجرد تطعيم الأطفال بسبب التعنت الإسرائيلي. كما تحدثت أيضا من جانبي عن الأوضاع المتفجرة في الضفة الغربية وأهمية العمل على إنهاء الاحتلال باعتبار أن ذلك أصل المشكلة وجوهرها في المنطقة. أيضا تحدثنا عن أهمية الاعتراف بالدولة الفلسطينية وأيضا أن يتم المضي قدما في إعطاء ومنح العضوية الكاملة لفلسطين في الأمم المتحدة. اتفقت الرؤى بيني وبين الوزيرة الرومانية على بالتأكيد على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان، وأنا تحدثت من جانبي عن الأهمية البالغة لتنفيذ القرار الأممي 1701 بشكل كامل وبما يضمن نشر قوات الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني وحتى الحدود مع إسرائيل، والعمل على تمكين قوات الجيش اللبناني وأيضا تعزيزها هناك. كما أكدت من جانبي على شجبنا وإدانتنا الكاملة لكل الاعتداءات التي تقوم بها القوات الإسرائيلية، قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد ليس فقط الشعب اللبناني والمدنيين اللبنانيين، ولكن أيضا ضد القوات الأممية في إطار قوات اليونيفيل الموجودة في جنوب لبنان والتي تم نشرها بموجب قرارات من مجلس الأمن. وبالتالي نرفض تماما مطالبة إسرائيل لهذه القوات الأممية الانسحاب من مواقعها. هذه القوات تم نشرها كما ذكرت بقرار من مجلس الأمن، وبالتالي لا يمكن لأي دولة منفردة أيا كانت أن تفرض إرادتها على المجتمع الدولي وأن تطالب بانسحاب هذه القوات الأممية من مواقعها. تحدثنا أيضا عن الوضع الإنساني الصعب في لبنان وأهمية تقديم المساعدات للشعب اللبناني، وأنا تحدثت من جانبي بطبيعة الحال على الرفض الكامل لفرض أي وصايا أو أي إرادة على الشعب اللبناني من الخارج، وأهمية أن يكون انتخاب الرئيس اللبناني بالتوافق من الشعب اللبناني بطبيعة الحال بكل طوائفه. تطرقنا أيضا لعدد من القضايا الإقليمية الأخرى على رأسها الوضع في منطقة البحر الأحمر وقضية حرية الملاحة في البحر الأحمر وما تتكبده مصر من يعني مشاكل وأعباء اقتصادية نتيجة لهذا التوتر المتصاعد في المنطقة ممثلا في الانخفاض الحاد بأكثر من 60% من عائدات قناة السويس. تحدثنا أيضا عن الأوضاع في ليبيا، عن الوضع في السودان، عن الوضع في اليمن. توافقت الرؤى بيني وبين السيدة الوزيرة في الأهمية البالغة لمنع التصعيد في المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع الإقليمي وعدم انزلاق المنطقة إلى حرب إقليمية. كما تحدثنا أيضا عن الأوضاع في القارة الإفريقية وعن التعاون المشترك بين مصر ورومانيا في القارة الإفريقية، وتم تتويج هذا التعاون منذ عدة ساعات في البرنامج التدريبي الذي أطلقته وزارة الخارجية الرومانية ووزارة الخارجية المصرية ومركز القاهرة لحفظ السلام وفض المنازعات. هذا البرنامج التدريبي شاركت فيه 11 دولة إفريقية من منطقة الساحل، وكان يعني أمرا هاما للغاية أن نتعاون بشكل مشترك في هذا البرنامج الذي يهدف إلى خدمة القارة الإفريقية والاستقرار في منطقة هامة للغاية من القارة وهي منطقة الساحل الإفريقي. تحدثنا أيضا عن الاستراتيجية الوطنية التي أطلقتها رومانيا في إفريقيا وإمكانيات التعاون مع مصر
في خدمة قضايا القارة الإفريقية، خاصة قضايا التنمية وقضايا الأمن والسلام في القارة، خاصة وأن السيد رئيس الجمهورية يتولى ريادة ملف إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد النزاعات في القارة الإفريقية في إطار الاتحاد الإفريقي. تناولنا أخيرا بعض الملفات الدولية الأخرى وفي مقدمتها الأزمة الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي وبالأخص على الدول النامية وعلى رأسها وفي مقدمتها مصر بطبيعة الحال، خاصة فيما يتعلق بقضية الأمن الغذائي وأمن الطاقة. السيدات والسادة، أجدد الترحيب بمعالي وزيرة خارجية رومانيا كضيفة عزيزة علينا، وأتمنى لها إقامة طيبة وسعيدة في مصر خلال هذه الزيارة الرسمية الهامة، ونؤكد مرة أخرى حرصنا البالغ على مزيد من تطوير العلاقات، ونأمل أن يكون هناك تطورات محددة وملموسة على صعيد التعاون الثنائي بين بلدينا، ونحن على مشارف الاحتفال بالذكرى 120 من تأسيس العلاقات في عام 26، وإن شاء الله ستكون هناك مخرجات محددة يتم إعلانها خلال احتفالنا بهذه الذكرى العزيزة على بلدينا. شكرا جزيلا، وأدعو معالي الوزيرة لإلقاء بيانها. شكرا معالي وزير الخارجية المصري. السيدات والسادة، جئت هنا في زيارة مصرية لجمهورية مصر العربية، وتوجه بخالص الشكر والتقدير على حسن الوفادة. إن مصر شريك منذ زمن بعيد لرومانيا، ليس فقط في أفريقيا والشرق الأوسط ولكن على المستوى العالمي. لدينا علاقات ثنائية ممتازة ورائعة. كما قلت، في 2026 سنحتفل بمرور 120 عاما من العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. تحدثت مع معالي وزير الخارجية المصري دكتور بدر عبد العاطي، تحدثنا عن مرحلة وبرنامج إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع بالتعاون بين وزارة الخارجية الرومانية، وكالة التنمية الرومانية، وأيضا مركز القاهرة لتسوية النزاعات، وتعبر عن خالص الشكر والتقدير لشركائنا المصريين ولمعالي وزير الخارجية المصري، وأيضا لوفد وزارة الخارجية المصري ومركز القاهرة لتسوية النزاعات. نشكركم على حسن الضيافة والدعم الذي أوليتموه إلينا. هذا البرنامج المعقد في مصر اليوم يوضح التنسيق تقوم في مصر كمحور رئيسي للأمن والسلام في الشرق الأوسط وأفريقيا. بالنسبة للعلاقات الثنائية، نحن نعمل على بناء الأمن والسلام في منطقة الجوار. إن تعزيز العلاقات الثنائية والحوار المشترك يركز على الوضع الجغرافي السياسي والسياق الاقتصادي للعلاقات. قمنا بتبادل الآراء والتفاصيل حول موضوعات كثيرة بما فيها الثنائية والتعاون القطاعي والأزمة والصراعات الإقليمية التي تؤثر على المنطقتين. وإذ أعبر عن شواغلي بالنسبة لتصاعد الوقف تصاعد الموقف في منطقة الشرق الأوسط، وإذ نقدر جهود الذي بذلتها مصر على مستوى تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأيضا على مستوى الوساطة والحد من التصعيد. وقد دعت رومانيا إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن على مستوى المراحل الثلاثة المقدمة من الولايات المتحدة والذي دعمته مصر ورومانيا، ونواصل الدعوة إلى وقف إطلاق النار الفوري في غزة وإطلاق جميع الرهائن.
وأن يكون هناك تدفق آمن للمساعدات الإنسانية إلى هناك. إن العنف المتواصل الحقيقة يعوق تحقيق السلام العادل والدائم، وهو بحاجة إلى حلول دائمة، وهذه الحلول المهمة هي أن يكون هناك حل دولتين وفقا لقرارات مجلس الأمن والقوانين الدولية. عرضت وتحدثت عن مشاركتنا في رفع المعاناة عن المدنيين في غزة. قمنا بإرسال العديد من المساعدات الإنسانية إلى هناك، وأيضا المواد الطبية والأغذية وغيرها من المواد الرئيسية. وقد قررنا أن نستلم ونتلقى الأطفال الفلسطينيين في المستشفيات في رومانيا في نهاية سبتمبر. المجموعة الأولى من الأطفال وأسرهم تم وصولهم إلى رومانيا بالفعل. لنا نشاط كبير أيضا في توفير المساعدات الإنسانية إلى لبنان. وفي بداية هذا الشهر أرسلنا أطنان من المواد الغذائية إلى لبنان أيضا. وإذ نعبر خالص شكرنا للمساعدة الهامة التي تقوم بها مصر في استعادة المواطنين الرومانيين من قطاع غزة ومن السودان. ونشارك مع مصر في الشواغل الخاصة بالأمن الخاص بالملاحة البحرية في البحر الأحمر والأثر السلبي الكبير على التنمية الاقتصادية في مصر. السادات والسادة، السادات الزملاء، أفدت مع الوزير بموقف رومانيا حول عواقب الحرب الروسية ضد أوكرانيا. أوكرانيا هي أحد الدول المجيرة لنا، وكان هناك جسر جوي إلى رومانيا في هذا المجال، ونحن ندين هذه الحرب وسلوك روسيا واختراقها للقانون الدولي. رومانيا ملتزمة بدعم أوكرانيا. كلنا نعرف أن الحرب الروسية لها تأثير واسع النطاق على المستوى الإقليمي والعالمي والأمن بصفة عامة، وندرك الاحتياج المتزايد للشرق الأوسط وأفريقيا فيما يتعلق بالأمن الغذائي. إن رومانيا تعمل على تخفيف من العواقب الغير مرغوب فيها لهذه الحرب، والقيام بدور العبور للدول التي تحتاج إلى ذلك. معالي وزير الخارجية المصري، إن رومانيا توفر الدعم الدائم لمصر في الاتحاد الأوروبي، ونقوم بمناصرتها وبتطوير الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على المستوى الاستراتيجي، لأن منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بالطبع لها كثير من المصالح المشتركة. أحد المكونات الرئيسية لمناقشاتنا اليوم دار حول التعاون الاقتصادي بين البلدين، واغتنمت هذه الفرصة للتعبير عن رضائنا عن مخرجات العمل التي تقوم به اللجنة المشتركة التي عقدت في بوخارست في شهر أكتوبر من هذا العام. وعقدنا ووقعنا العديد من الاتفاقات حول الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجالات مختلفة مثل الزراعة والغاز والكهرباء. وكما ذكرت معاليكم، إن مصر هي من أهم الشركاء لرومانيا فيما يتعلق بالتجارة المتبادلة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط.